أسهمت العلاقات السعودية الأمريكية في إيجاد مناخات سياسية مهمة منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية سنة 1931، وأدت إلى إيجاد منظومة من التوازنات الإقليمية والدولية باعتبار الأهمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية كونها تضم مقدسات المسلمين، وكونها بيت العرب والدولة النفطية الأولى في الشرق الأوسط. ومنذ السنوات الأولى بنيت هذه العلاقات على استراتيجيات راسخة من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي في الخليج العربي والشرق الأوسط بموجب مصالح مشتركة بين البلدين. ومرت هذه العلاقات بحالات من المد والجزر نظرا للظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة، وشهدت مستوى من التحديات والأزمات أدت إلى التأثير على طبيعة هذه العلاقات ورؤية كل طرف فيها اتجاه الآخر. العلاقات السعودية الأمريكية أنها بدأت تجارية، يعني لم تكن الحقيقة العلاقات نتيجة استعمار أو نتيجة حرب أو نتيجة، تعرفون العلاقات بعضها ما زالت لها يعني تأثير في البنية الأولية. المملكة العربية السعودية قد تكون متفردة في هذا الموضوع، فلذلك بقيت تلك العلاقات جيدة ومستمرة. وأستطيع أن أقول أن العلاقات السعودية الأمريكية انطلقت من منطلقات اقتصادية ثم تطورت لتتحول إلى علاقات استراتيجية في عدة مجالات، وكانت مثمرة للمصالح السعودية والأمريكية على حد سواء، بل للمنطقة وللأمتين العربية والإسلامية ولمصلحة الأمن والسلم في العالم منذ 8 عقود. كانت الجزيرة العربية مهملة، والحقيقة الإهمال يجب أن ندرك ليس شجاعة في رجال الجزيرة، لكن ظروف الجزيرة العربية حمتها. يعني كما ذكر أحد الكتاب قال: حمت الجزيرة العربية الأفاعي وصعوبة الحياة، من يريد أن يذهب إلى قلب الجزيرة العربية؟ استمرت العلاقات بالرغم من وجود المشاكل والأزمات، مثل ما ذكر أخي عيسى وجود الربيع العربي، وجود الثورة الخمينية، وجود الحروب التي كانت موجودة، لكن لم يكن هناك انقطاع في التواصل بين في السياسة السعودية بين المملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بل حدثت مشاكل كبيرة كفيلة بأن تهز العلاقات، يعني لكنها استمرت ولم يحدث في ذلك شيء. كذلك من السمات التي هي كانت موجودة أنه تقاليد سعودية، هناك تقاليد تأسست بين المملكة وبين الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو لي حسب متابعتي لم يكن هنالك ملك سعودي لم يلتقي بالرئيس الأمريكي منذ روزفلت. تعرف أمريكا حاجتها للسعودية بشكل كبير في الطاقة، تعرف القيادات السعودية أنه عندما ينكشف ظهرها من الخارج وتصبح يعني ضعيفة حتى من البلاد العربية، وأعود لهذا الموضوع مع الأسف الشديد، حتى الدول العربية تحترم السعودية والدول الإسلامية تحترمها لأن لها علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية. من ميزات العلاقات السعودية الأمريكية الشمولية، توسعت، بدأت بقضية معينة لكنها توسعت إلى قضايا أخرى. القيادة السعودية ترى بأن هذا تعاون، وأنه مثمر، وأنه مفيد، وأنه في النهاية مفيد للأمن والسلم في العالم، ومفيد للقوة السعودية، وأنها باعتبار دولة محورية. البعض يرى بأن هذا أمر فيه توسع كبير، وأنا أعتقد دائما وقناعتي أن الدول ينبغي أن لا تتوسع لا في الحروب ولا في الدعم على وجهة نظري، ولا في الدعم مع الجهات الأخرى. وتعجبني كثير سياسة الكويت في بعض هذه القضايا، تقوم بمشاريع كما كانت في اليمن وكما كانت في أماكن أخرى، لكنها لا تعطي نقدا أو تعطي مساعدات كبيرة. هل فعلا في اتفاقيات سرية يعني كما يقال بين المملكة العربية السعودية؟ هل في اتفاقيات حماية كما يقال؟ هل كل هذا الكلام فيه يعني مزايدة وفيه الكثير من الخزعبلات؟ وكان السبب في ذاك الوقت الفكر الناصري والفكر الشيوعي، ثم جاء الفكر كذلك الصراع مع إيران والفكر الخميني، فزادت القضية في قضية الاتهامات وما إلى ذلك. المملكة العربية السعودية مهتمة بالقضية الفلسطينية. الملك عبد العزيز كان في لقائه في عام 1945 مع الرئيس روزفلت، كتبت التقارير بأن أوضح له، لم تقم بعد دولة إسرائيل، ولكن كان هناك غليان داخل
داخل فلسطين، فأوضح له حقوق الفلسطينيين وأنه ينبغي مراعاتهم، ووعده الرئيس بأنه سوف يهتم بهذه القضية وحقوقه. وكان هناك وعد بأنه لن يعترف له بدولة لو قامت اسمها إسرائيل، لكن توفي الرئيس بعد أشهر من هذه القضية، واعترفت أمريكا وأصبحت الحامية مع الأسف الشديد للقضية لإسرائيل لليوم. المملكة لا تتفق مع هذا النهج أبدا، وكل ما يقال عن وجود تفاهمات أو وجود مخطوطات وجود اتفاقات سرية كلها كذب لا صحة لها حسب ما أنا يعني أعرف وحسب متابعتي. مع ذلك القيادات السعودية رأت بأنها تفصل مصالحها عن قضية إسرائيل. يعني نحن وياكم يا الأمريكان متفاهمين، بس في قضية فلسطينية مختلفين. تصريحات الرئيس ترامب يعني هذه من المشاكل التي إلى الآن تعاني منها المملكة العربية السعودية. تصريحات ترامب أثناء الحملة وبعضها مقابلات بعد أن استلم الرئاسة. ترامب وما أدراك ما ترامب، كيف نصنع بهذا الإنسان الذي يصدر قراراته بالتغريدات ويسكر التلفون في وجه الرئيس الأسترالي، عفوا رئيس الوزراء الأسترالي، وما لم يصافح ميركل، يعني أمور يعني كان يتصرف بها. فلا مع ذلك من نقاط الخلافات، ومع ذلك السياسة السعودية ترى بأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية، ونتعامل نحن مع هذه الظاهرة. وكانت المكالمة التي جرت بين الملك سلمان وبين الرئيس ترامب الحقيقة تعتبر إشارة إلى أنه لن تتغير أو لن تتأثر العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية. في تقديري لا خطر على، لا أرى تهديدا يواجه هذه العلاقات، كذلك أعتقد أنها ستتواصل، ولكن بكلفة أكثر، بكلفة زمنية أكثر، بكلفة مالية أكثر، بكلفة ذهنية أكثر. ولم المملكة السعودية عليها لا تنتظر من آخرين أن يأتوا إليها، انتهى ذلك العصر. أحداث 11 سبتمبر، وبالمناسبة هي من نقاط الخلاف لما تطرق إليها قفزتها، هي من أعقد، أو إن لم أستطيع أقول أعقد أزمة مرت بين أو كادت أن تخلخل العلاقات الأمريكية السعودية، أعقد أزمة مرت هي أزمة 11 سبتمبر، وما زالت آثارها وما انتهت آثارها، ربما نبقى لأعوام طويلة. أهم القضايا اللي ينتقدوننا فيها حق باطل، أنا أعتقد بعضها فيها حق، قضية حقوق الإنسان، قضية المرأة، قضية حكم الإعدام أو الإسراف فيها أحيانا، قضية هم ينظرون إلى قضية العائلة المالكة إيش بيسوون هذول، يعني الامتيازات التي موجودة لبعض الشخصيات الأسرة العائلة المقربين إلى إلى إلى، هذه قضايا محل الانتقاد، حرية الرأي، حرية الكلمة، الحريات الدينية، هذه من القضايا التي ينبغي بالنسبة لنا أن ندرسها as a package، نأخذها وندرسها مع مراكز دراسات أيضا كبرى ونتعامل معها قانونيا. عندنا مثلا قضايا يعني شائكة، قضية التشدد العنصرية المفترض تجرم، يعني أن يكون هنالك قوانين وأنظمة تجريم العنصرية الطائفية القبائلية المناطقية المذهبية، كل هذه الأمور في اعتقادي كدولة اسمها المملكة العربية السعودية من المفيد أن يكون هناك نظرة، وبالتالي تكون المملكة العربية السعودية مع القوة الاقتصادية يكون هنالك الإيمج، التصور يكون تصورا جيدا. العلاقة الأمريكية السعودية علاقة مصلحة بالدرجة الأولى، والمصلحة أمريكية ثم سعودية. البترول هي بيت القصيد حاليا، نعم حاليا ومستقبلا هو بيت القصيد البترول، وزي ما تفضل الأستاذ رياض البترول مسألة نابضة. الآن المعالم بدأت تنحسر عن أهمية البترول، الآن هذا اللي واضح من 10 سنوات وأنت جاي من بدأت تنتهي أو تقل أهمية البترول. لو يعيد التاريخ نفسه لا قدر الله طبعا، ويأتي صدام آخر ويغزو الكويت أو يغزو أي دولة خليجية مثلا، هل أمريكا رايحة تقف نفس الموقف اللي وقفته في عام 90، نظراً إلى أهمية دول الخليج وأهمية البترول في تلك المرحلة قياساً بالآن؟ أنا أشك في هذه المسألة. شكراً. أشرت في حديثك إلى أن الإدارة الأمريكية دائماً ما تنتقد المملكة في ملفات عديدة، ملف المرأة، حقوق الإنسان، الحريات،
إلى آخر القائمة. وأشرت أيضا ضمنا بأنك أنت مع تحسين هذه الملفات، أو على الأقل ترى في وجاهة في النقد لبعض هذه الملفات. السؤال هو ليش بالفعل القيادة في المملكة العربية السعودية ما تعالج هذه الملفات؟ مو لأجل أنه في انتقادات، لأجل لا، يعني هذه ملفات تحتاج إلى معالجة. هذا سؤال. السؤال الثاني، أيضا أنت أشرت قلت في مجموعة دول عربية يعني عندها علاقة حسنة أو تحترم بحسب تعبيرك المملكة العربية السعودية، نظرا لعلاقة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية. ممكن يعني توضح لنا هذه الدول العربية؟ شكرا. فعلا نحن نواجه حرج فيها عندما نقابل الأجنبي سواء داخل المملكة أو خارج المملكة لأشياء جدا يعني في اعتقادي أنها لو صدر فيها، لو حرصت الحكومة السعودية في أنها يعني تصلح بعض هالجوانب هذه المعيبة، يعني مسألة المرأة، مسألة حقوق الإنسان، مسألة الحريات، مسألة، لكان الأمور في اتجاه الأفضل. أنا في قبل 3 أيام كنت أستمع إلى محاضرة لكاتبة من أصل يهودي عاملة كتاب بعنوان The Kingdom of Unjust. The Kingdom of Unjust. Okay. أوكي. وفيه كثير من الأشياء اللي الصحافة الأمريكية وغير الأمريكية تداولها، منها قضية سياقة المرأة، ومنها قضية الحريات، ومنها بما فيها حتى من الأشياء المعيبة، يعني أنه حتى المقررات هم يقارنون، لما يجي يقارن مثلا القاعدة بداعش يقول والله المقررات اللي يدرسونها في الدين هي نفسها اللي تدرس عندهم في المدارس السعودية، قضية التشدد الديني. فهذه جوانب أنا أعتقد جدا مهمة النظر فيها وتعديلها، أو على الأقل إصلاح ما يمكن إصلاحها. ومن ثم أعتقد أن العلاقات السعودية الأمريكية ستكون في أفضل حال، وبالذات نحن في الوقت الحرج الآن، مسألة يعني أحداث 11 سبتمبر لا تزال بظلالها ومشاكلها يوم بعد يوم. لا شك بأنه في أي علاقة استراتيجية بين أي دولتين بطبيعة الحال يبحث الحليف، كل حليف، عن مدى من التوازن، أن لا يصبح يعني كيان وظيفي إلى الطرف الآخر. هذا الوضع الطبيعي. ولعله في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية يعني مثال على هذا، في الوقت اللي هي إسرائيل توصف بأنها دولة هي حاملة طائرات أمريكية، إلا أنها قاعدة تفرض يعني أجندتها بصورة أو أخرى، وتستطيع ضمان مصالحها إلى أقصى حد بدعم من الولايات المتحدة. هذا الشيء واضح ومؤكد. أنا في ودي أسأل دكتور، ماذا فعلت المملكة لضمان دعم أمريكي لمصالحها بحيث يجعلها على قدم المساواة كحليف مصالح على مستوى المصالح المتبادلة؟ ولحصر السؤال أكثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مثال، احنا نفهم انه الوضع الإيراني، الوضع السوري، الوضع ما أدري إيش، في تناغم وفي كذا، في تحرير الكويت، بس فيما يتعلق في القضية الفلسطينية كمثال، وين يعني وين خاطر المملكة إنجاز التعبير على أمريكا فهل ملف هذا على الأقل؟ يعني بالنسبة لنا كمواطنين سعوديين يهمنا طبعا أن تكون موقعية المملكة في التأثير في موقع متوازن ومنافس. الصورة العامة المأخوذة بأن التأثير الولايات المتحدة طبعا كدولة عظمى هو السائد في المنطقة، وبالتالي توظف جميع حلفائها إلى خدمة سياساتها، سواء كانت يعني في منطقة الشرق الأوسط أو في
آسيا أو في أمريكا اللاتينية. لكن بعض الدول استطاعت أن توازن في هذه العلاقة بحيث تكون هنالك يعني تحول المصالح المشتركة إلى توازن في التأثير المتبادل بين الدولتين. ولعل هنا نذكر يعني يمكن مثل ما أشرت في عهد الملك فيصل وفي فترة من عهد الملك عبد الله كانت هذه واضحة في قضايا يعني للمملكة فيها موقف ورأي سياسي واضح يخالف السياسة الأمريكية. كيف يمكن تفعيل هذا الدور بحيث يعني تلعب المملكة دورا سياسيا واضحا وقويا؟ قد يتوافق وقد يختلف عن السياسة الأمريكية. يعني نحن نرى الآن في الجانب الاقتصادي على سبيل المثال التوجه نحو آسيا والانفتاح على دول عظمى كالصين وغيرها، هذا من التأكيد أنه أحد الاستراتيجيات التي تخلق توازن بدل الاعتماد الكلي على يعني أو التعامل فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل بالإمكان أنه في الجانب السياسي أيضا تنمو هذه يعني هذا التوجه بصورة تدريجية ويكون للمملكة مواقفها الخاصة حتى لو يعني لم تتوافق مع السياسة الأمريكية فيها؟ أظن هذا بالنسبة لنا كمواطنين سعوديين نشعر بالفخر والاعتزاز أن دولتنا عندها رأي مو لازم متوافق دائما مع السياسة الأمريكية أو يسير في نفس الفلك. أنا من نوع اللي أحب حياة الشارع بشكل كبير جدا، بكل ما فيها من قصص، لذلك تراني أسافر بشكل كبير يعني لأجل التصوير، مرة نيبال، مرة الهند، مرة قبائل أثيوبيا، مرة ومرة 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 وهلم جرة. حتى آخر مرة قلنا بنطلع الإخوان يسألوني تعال السودان، قلت لهم أنا كنت بطلع لجنوب السودان على فكرة، بس إنه طلع إن الدولة منفصلة بالكامل وفيها مشاكل وموضوع أكشن يعني. بس بشكل عام دائما أحب حياة الشارع وتكوين حياة الشارع بما فيها من إحساس حقيقة واختلافها، يعني من صحراء راجستان إلى معابد نيبال إلى أثيوبيا. أثيوبيا يعني اتجهنا إلى وادي يسمى وادي أومو، ولازلت في البحث عن مواضيع في بلدان مختلفة. بالنسبة لهذا القسم اسم القطيف، أنا كان عندي مشروع أو ستيل يعني لا زال اللي هو تصوير القطيف الحديثة يعني، بس إنه بديت فيها يعني في حدود بس 12 صورة بحكم إنه الموضوع بالرافعة يعني مش بالطائرة ولا شيء، لأن جودة الكاميرات اللي في الطائرة ضعيفة وتكلفة الطائرة اللي تحمل الكاميرا في حدود 100,000 كاميراتنا يعني، فجد الموضوع غالي فاستعطى عنها برافعات.